ببائكة واحدة. الأعمدة كلها مستديرة بتحمل عقود نصف دائرية كله رخام ألاباستر. السقف قباب ضحلة أو قباب صغيرة. للعلم لكم بيخرج من كل قبة بص هلال، يعني له نجمة. الهلال والنجمة دي الراية أو الشعار أو اللوجو، قول زي ما أنتم عايزين تقولوا، أيام محمد علي باشا. في منتصف الصحن في نافورة، في فوارة، ما نقولش ميضاء بعد إذن حضراتكم، خلاص؟ مدمنة أهي 8 أضلاع، يعني عليها قبة مضلعة، الله، حواليها 8 أعمدة، شايلين 8 عقود، كل ده على بصر، شايلين قبة. الزخارف اللي أنتم شايفينها دي يا جماعة اسمها زخرفة فن الباروك والروكوكو. إيه الباروك والروكوكو دي؟ دي الزخارف الأوروبية اللي جابها محمد علي باشا وشفناها على الأمعائر بتاعته أو بتاعة عصره. خلاص؟ في منتصف الزيادة الشمالية الغربية أو الرواق الشمالي الغربي في برج أهو معدن أهو ومبني. هذا البرج يعرف باسم برج الساعة. في ساعة أهي شايفينها؟ الساعة دي هدية، الساعة مش البرج، الساعة هدية من ملك فرنسا فيليب لويس سنة 1845 اهداها لمحمد علي باشا، ومحمد علي باشا اداله ايه بقى؟ اداله المسلة، اداله مش عارف ايه، ومن سنة 1845 لغاية 2008 ابريل والساعة متعطلة الى وقتنا. انتوا معايا يا جماعة؟ وقتنا 1845 ايوه نعم تخرب بايظة يعني؟ من 1845 الى وقتنا هذا وهي بايظة. خلاص يا جماعة؟ نعم في ميدان الكونكورد على فكرة. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم بصوا في ميزانتين بالنسبة للجزء المغطى او بيت الصلاة. القمة بتاعتهم على شكل قلم الرصاص. مطلوب منكم ارتفاع كل 100 سنة، مطلوب منكم ارتفاع كل مئذنة 84 متر ايوه 84 متر، وكل مئذنة تتكون من 256 درجة سلة. دي المعلومة دي ليكم بقى، للمعلومة لكم. ايه هي المعلومة لكم؟ كانت هاتان المئذنتان اعلى مئذنتين في مصر 84، دلوقتي اعلى مئذنة في مصر جامع النور. الكلام ده مش عندكم في الكتاب. جامع النور اللي في العباسية، جامع الفتح اللي في رمسيس، جامع الفتح اللي في رمسيس ارتفاع المئذنة 137 متر. خد المعلومة، المعلومة عشان تقف الوقفة ده هي. قربوا شوية. أيوة ده 84، اللي في رمسيس 137، أما أعلى مئذنة في العالم مبنية دلوقتي من 7 أو 8 سنين، مبنية في المغرب بتاعة الملك الحسن. جامع الملك حسن وده مبني في المغرب، ارتفاعها 150 متر. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد.